الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. من عمدة الأحكام كتاب الصلاة، والصلاة في اللغة الدعاء. الصلاة في اللغة الدعاء. قال الله: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم أي أدعو لهم، فإن صلاتك سكن لهم، فإن دعاءك سكن لهم. والصلاة في اصطلاح الشرع أقوال وأفعال تبتدئ بالتكبير وتختم بالتسليم. وهناك واجبات للصلاة وشروط للصلاة ومندوبات للصلاة. وناسب في ذكر الصلاة أن نبدأ بالمواقيت، والمواقيت جمع ميقات، والمقصود بالمواقيت هنا المواقيت الزمانية ليست المكانية. هناك مواقيت مكانية كالصفا والمروة وعرفة، ولكن نحن نقصد في هذا الباب المواقيت الزمانية، أي المتعلقة بأوقات الصلاة. والحديث 44 عن أبي عمرو الشيباني عن أبي عمرو الشيباني، واسمه سعد ابن إياس. سعد ابن إياس، مش انت يا عمرو، مش انت. قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال عبد الله بن مسعود: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن إياس، قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله ابن مسعود. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الحديث واضح. الحديث 45 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن،
فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط أكسية، أكسية مثل الرداء، معلمة أي مخططة، تكون من خز أي من حرير، وتكون من صوف. ومتلفعات أي ملتحفات، أي ملتحفات. عارفين ملاية اللف بتاعت أيام زمان؟ طبعا شفتوهاش ولا عارفينها. سألوا عنها كده لآبائكم أو جدودكم كده يقول لكم عليه، زي الملاية اللفة أيام زمان كده، زيها كده بس كانت أكبر بقى. الغلس قال اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه أي تصلي معه نساء من المؤمنات، وهذا يدل على أن بعض النساء كن يصلين الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. متلفعات بمروطهن، متلفعات بمروطهن أي ملتحفات بالثوب الواسع الفضفاض المصنوع من الخز أو من الصوف. ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، أي قبل أن يتضح النهار يرجعن إلى بيوتهن. إذن الغلس هو فلق الصبح الذي انفلق من الظلمة، يبقى لسه الصبح ما شقشقش، يعني أي قبل شقشقة الصباح كما يقولون، لسه الجو فيه إيه؟ عتمة، بس في وجود طلائع النهار. الحديث 46 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة شدة الحر بعد الزوال، ده اسم الهاجرة. والزوال أي بعد انتصاف الشمس من كبد السماء، الشمس بتنتصف من السماء قبل الظهر يعني بالمواقيت بتاعتها دي بحوالي ما يقرب من 3/4 ساعة أو نصف ساعة، بعدها بقليل يبدأ وقت الايه؟ الظهر. يعني أول ما ينتصف أو أول ما تصل الشمس في كبد السماء وتبقى في نصف السماء، نصف السماء بالضبط، بعد هذا الوقت بقليل يبقى هذا وقت الايه؟ وقت الظهر. هذا الوقت يسمى وقت الهاجرة، أي شدة الحر بعد الزوال، بعد الزوال، شدة الحر بعد الزوال، والزوال اللي هو انتصاف الشمس من السماء. والعصر والشمس نقية، نقية أي صافية واضحة، إذا نظرت إليها لم تؤذيك.
وقت الظهر لو بصيت في الشمس كده ما تقدرش، وقت العصر بتبقى الشمس أوضح وأنقى، وفي الوقت نفسه الحر يكون أقل، ثم إذا نظرت إليها لم تؤذيك. والمغرب إذا وجبت، إذا وجبت يعني إيه؟ إذا سقطت، إذا سقطت يعني أول ما قرص الشمس يحمر ويبدأ ينزل في السماء، ينزل ينزل ينزل، أول ما ينزل خالص يبقى هذا وقت الإيه؟ وقت المغرب. يبقى أول ما بينزل القرص تماما وينتهي هذا وقت المغرب. لو زاد الدقيقتين قل الدقيقتين، المسألة دي بسيطة، لأن بعض الناس في بعض البلاد بيقيموا الدنيا. يعني سمعت واحد بيقول دخل أخ وقال أنتوا كده أفطرتوا غلط لأن أنتم أكلتم قبل الميعاد بدقيقتين، فحكم على الناس في المسجد كلهم أن صيامهم إيه؟ فاسد. دقيقتين، أنتوا أكلتم قبل الميعاد بدقيقتين. طب ليه؟ لأنه ظابط المسألة بالساعة. ما المسألة فيها بحبوحة، يعني لو المسألة دقيقة دقيقتين أكتر أقل المسألة، لأن الشرع لم يجعل المواقيت بالدقائق وإنما جعل المواقيت بماذا؟ بالعلامات. بالعلامات. فالمسألة فيها بحبوحة، ما نجعلش المسائل ضيقة. والعشاء أحيانا وأحيانا، أحيانا يعني إيه؟ أن يراعي فيها أحوال المصلين. إزاي؟ بيفسره إذا رآهم اجتمعوا عجل. بعد العشاء لو ناس اجتمعوا بيصلي ويعجل. وإذا رآهم أبطأوا، يعني الناس بتيجي واحد بعد واحد واحد بعد واحد ولم يجتمعوا أخر. طب والصبح؟ والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. كلمة يصليها دي بيسموها حمل على المعنى. هو الصبح مذكر، ولكن هنا حذف والتقدير وصلاة الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. يبقى الضمير هنا مش عائد على الصبح وإنما عائد على ماذا؟ على الكلمة المحذوفة اللي هي صلاة الصبح. كان يصليها بغلس، أي عند انفلاق نور الصباح من ظلمة الليل. الحديث 47 عن أبي المنهال سيار ابن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهاجرة. احنا فسرنا معنى الهاجرة، كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، وكان يقرأ بالستين إلى المئة.
عن أبي المنهال سيار ابن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي. من أحسن النعم إن ترزق بابن صالح بالفعل. فشوف الابن الصالح بيقول: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي. الأب والابن كلاهما يعني متصاحبان في طلب العلم، الابن والأب. فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى. احنا بينا قبل ذلك معنى الهاجرة: حين تدحض الشمس. تدحض الشمس أي تتأخر وتزول عن وسط السماء. إذا تدحض الشمس أي تتأخر وتزول عن وسط السماء، وبعد وقت الظهر يكون وقت العصر. ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. واضح في الحديث الذي سبق عن هذا. ونسيت ما قال في المغرب، وكان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. العتمة اللي هي ظلمة الليل بعد غياب الشفق. ظلمة الليل بعد غياب الشفق تبقى الدنيا ظلمة بقى. هذا الكلام واضح عند الناس الذين يركبون البحر أو يمشون في الصحراء. بعد ما القرص الشمس ينزل ولا يكون باديا، بتجد برضك لازال هناك ايه؟ احمرار. اول ما الاحمرار ده بينتهي ويزول على طول بعدها الايه؟ الظلمه. الظلمه دي هي الايه؟ العتمه. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يكره النوم قبلها. وكان يكره النوم قبلها ايه؟ ليه؟ حتى لا تضيع الصلاة. والحديث بعدها: وكان ينفتل. ينفتل أي ينصرف من صلاة الغداء أي صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه. وهذا شبيه بالأول، يعني كان الناس ينصرفون من الصلاة وكانت العتمة لا تزال موجودة مع وجود ضوء النهار ما بين هذا وذاك. وكان يقرأ بالستين إلى المئة. أظن نحن لو طبقنا ذلك صلاة الصبح إن شاء الله، يعني هنجربها برضك إن شاء الله، هنعملها إن شاء الله. وكان يقرأ بالستين إلى المئة. الحديث 48 عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، دعاء على المشركين واليهود، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. الحديث 49 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر
فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، أي دخل في العتمة، أي في ظلمة الليل. إذن دي إشارة إن هو لم يكن في أول وقت العشاء، وإنما دخل في تجاوز هذا الوقت قليلا. وهناك نساء وصبيان في المسجد، فلما دخل الوقت وأخر الصلاة قليلا، إيه اللي حصل؟ نام النساء والصبيان. إذا عندنا اليومين دول لا ينامون لا ليلا ولا نهارا، الله المستعان. فقال عمر: الصلاة يا رسول الله. الصلاة يا رسول الله هي منصوبة هنا على الإغراء، بيسموها كده منصوبة على الإغراء، يعني أسرع بالصلاة يا رسول الله. ثم أتى بجملة تعليلية فقال: رقد النساء والصبيان. نساء اشتغلوا طول النهار وتعبانين فرقدوا نعسوا، والصبيان. فهذا دليل على أن النساء كنا يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الصغار لم يحرموا هذه البركة. والصحاب الأولاد إلى المساجد هذه نعمة، لأنهم عندما يكبرون يتذكرون هذه الأوقات، حتى وإن فعلوا كما يسميه الناس شقاوة، حتى لو فعلوا من هذه التصرفات ما فعلوا فإنهم يتذكرونها. نكون يا صغيرين قد العيال العفاريت دول، وكانت المساجد اللي يروح المسجد يطير وراه بالعصيان. شوف بقى الناس بيحلقوا علينا واحنا نجري من هنا ونجري، تعال بقى اللي هو بقى عن السغمية، والناس يجروا ورانا وشتايم وبتاع وما إلى ذلك. ولذلك كنا بننتهز الفرص للانتقام ونحن صغار، ولن أخبركم ببعض هذه الأشياء. عندما يتعود الأولاد منذ الصغر المساجد ويدربوا على ذلك مع وجود النصح، يعني دي مسألة برضك عاوز يعني أذكر بها، مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرين سيحدث هناك نوع من الانضباط. وبعدين احنا عندنا مثلا مقامات، الصغار ليسوا كمن هم أسد منهم قليلا. لو أن الصغار الأطفال الصغار تركناهم وشأنهم ممكن يلعبوا شوية يتهدوا ويسكتوا، لكن الذين هم أعلى منهم سنا بيكون أكثر منهم حركة وأكثر منهم رغبة في اللعب، في إيه؟ ها؟ وهنا كل من يدخل المسجد يبقى له دور، أنت يا ابن اسكت، أنت يا ماما اسكت، احمل، يبقى في هناك نصيحة، يبقى في هناك نصيحة. أنا تأخرت اليوم عن صلاة الفجر قليلا عشان أشوف إيه اللي بيحصل. صلاة الفجر النهاردة كانت أهدأ ولا مش أهدأ؟ كانت أهدأ اليوم، عشان في هناك نصيحة. لماذا لا ننصح ولكن بالتي هي أحسن؟ ننصح ده وتفرقهم عن بعض، لأن العيال الصغيرة بيبقوا شلل،
تفرقهم عن بعض، ما تخليش اخين جنب بعض، ولا تلاقي اتنين ابو الزوم اللي جنب بعض، فرق ده عن ده، الامور تستقيم وتتصالح. وجدت واحد بيعمل غلط انصحه واعمله، يعني وانا بصلي الكولدير ده وراي، العيال الصغيرين فتحوه كم مرة، وانا سامع اخوة دخلوا يصلوا مفيش ولا واحد كلف خاطره ان هو ينصح هذه الصغيرة دي، ولا في دماغه ولا في دماغه. لابد ان الكل يتعاون في التوجيه، ودي الاشكال الكبير، اننا لا نتحرك بالمجموع. يعني لو وجدت واحد بيعمل غلط نبهه وانصحه، حتى العيال الصغير ما تقولش ابوه يعمل له او امه تعمل له، لك دور. ويمكن ان يوفقك الله تعالى الى ما لم اوفق اليه انا. فعمر بن الخطاب قال: الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان. قال عمر: الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان. فخرج أي النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر، كان قد اغتسل فرأسه تقطر ماء، يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وهذا يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء إلا إذا اجتمع الناس فإنه يجوز التعجيل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله.